احتشد ثوار العاصمة صنعاء في ميدان الستين لأداء جمعة بالإقالة نظما نجاح الحوار، مؤكدين مضيهم في درب النضال وتعزيز ثقافة الشراكة والبناء وقيم الحرية والكرامة والعدالة والتغيير. وهتف الثوار بإقالة بقايا رموز النظام السابق الذين ما يزالون في مناصبهم على رأس قيادات المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكدين أن الإقالة هي أحد شروط نجاح الحوار. من جهته أكد خطيب الستين الشيخ صلاح باتيس رئيس المجلس الثوري بحضرموت أن الثوار بانتظار قرارات عاجلة لضمان إنجاح الحوار الوطني الشامل. ودعا باتيس رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إلى إيصال قطار التغيير إلى المحافظات والمؤسسات التي ما تزال كما هي على عهد النظام السابق كمحافظة حضرموت والمهرة وذمار، وما يزال بقايا المخلوع يعبثون فيها ويحاولون عرقلة مسيرة التحول. وفيما يتعلق بالحوار الوطني، طالب باتيس رئيس الجمهورية بوضع النقاط التي قدمها شباب الثورة في عين الاعتبار كالعشرين نقطة التي قدمتها اللجنة الفنية للحوار. كم نطمع أن يكون لرئيسنا قرارات مماثلة فيفرح اليمنيون كما فرح المصريون ويفرح العالم بفرحهم. قرار بإقالة قائد الحرس الجمهوري، قرار بإقالة رئيس أركان الأمن المركزي عاجل، قرار بإقالة الفاسد الفلاني عاجل، قرار بمحاكمة القاتل الفلاني. يا هادي عجل.